ايه الاخبار؟ كله ماشي. عيد الحسابات دي واجيلك. مساء الفل. مساء الهنا. سمعت انك سخرمت رجاله في الطاوله فقلت اجي اجرب حظي معاك. وماله؟ بس بالراحه عليا عشان انا لسه على قدي. يا عم كلنا على قدنا. دوس على 31. شغال في الاثنين، دوس في اللي يعجبك. 31. 31. على مشروب بقى عشان اللعب يحمى من الاول. وتقول لي على قدك. ربنا يستر. العب انا. العب. وقعد شاو ساو شوف الاستاذ عمر يشرب ايه، ولو ان المكسب والخساره يعني مش هيفرقوا معاك في حاجه. اشمعنى؟ يعني اصلك انت حتى لو شلت المشاريب مش هتدفع حاجه. ما انت قريبه بقى. مين قال لك ان انا قراي؟ هو انت عايز تفهمني يعني ان انت مش عمر الدمنهوري، عمر السيد الدمنهوري؟ عمر طه. ولا له علاقه بالدمنهوري ده من اساسه. خلاص تبقى قريبه من دمنهور. لا انا ولا الحاج محمود من دمنهور اساسا. لا يا راجل. الدمنهوري ده لقب مش اسم. الحكايه كلها ان هو كان صاحب ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. بس. انت منين في مصر؟ انا من الدقهليه، تسمع عنها؟ اه طبعا اسمع عنها، ملاكي دقهليه، اجره دقهليه. اهو انت اهو اسمك سالم ومن الدقهليه، ما اسمكش سالم الدقهلاوي يعني. حلو. دبش. انا غلطت فيك؟ انا جبت دبش. طب ربنا يخليك. جهار سيك، يلا يا باشا. قول لي يا عمر انت ليك اخوات؟ سالم هيجرجرك في الكلام علشان ياخد منك اكبر قدر من المعلومات ويوصلها لداني. وانا اعمل ايه ساعتها؟ ما تعملش اي حاجه. سيبه هو اللي يسوق الكلام. لا تفرمل ولا تفتح على البحري. كده 1-0. بس انت طلعت لعيب جامد. يا عم صلي. هو انا لو جامد كنت انت كسبتني فرق 12؟ لسه البوله ما خلصتش. على قولك. رص والعب. ما تحاول تاخد كل اللي بدك اياه من اول عادي. خلي المعلومات تجي على راحتها. حتى ما يلاحظ اللي معك انك عم تسحب منه معلومات. لما تحس انه بيحاول يقرب منك وبلع الطعم، فكه على الاخر عشان يطمن لك. ايوه اعمل ايه يعني؟ ابح معاه. اسيب له يا باشا؟ لا مش الدرجات دي يعني. قول له نكت قبيحة كده، جر رجل علشان يفك معاك. والله شكله بيجر رجلي وهياخدني على حجره. لا سوري ماليش في الديكوره. ادي اشاعات بقى اللي سامعينه ده. بكره اللي بتثبت. انت عندك ميزه مش عنده. ايه يا باشا؟ انت سابه بكتير وعارف هو عايز منك ايه. بدون ما يعرف شو بدك منه حسسه انك ارتحت له. الغريب بيضل عايز يتعلق بأي حدا. يسمع عليا فيها ان هي بتقعد بقى ايه تستناني يا عيني وانا متاخر بالليل. لو زينب تعرف موضوع العزومه دي ممكن تحجر عليا. طب تخيلوا بقى انا اخر مره عزمت فيها مامتك على العشاء ما كانش عيالي زي ده يعني. كان تقريبا سنه 88. تمام. يعني حوالي 10 سنين. كتير قوي عالمي. طب انا اعمل ايه؟ إن كان عليا أنا ممكن أخرجها مرة كل أسبوعين تلاتة، بس هي ما بتدينيش أي فرصة. هي برضه اللي تديك فرصة؟ ولا أنت اللي شاغل نفسك بالستات القطايط اللي حواليك؟ أنت عارفة؟ أنا شامم ريحة جوازة كده على ماما قريب. الحاجات دي ما بنهزرش. سيبي. أنت فاكرني عجزت ولا إيه؟ طب لعلمكم بقى أنتوا الاتنين، في على الأقل 5 ستات عينهم عليا. أنا بس اللي واخد وقتي. وبفكر انا بعمل اللي عامله السودة دي تاني كده. ابويا صاحبي حبيبي. يلا يلا مش هتقوموا ترقصوا ولا ايه؟ اقعدوا معايا طول الوقت. يلا يلا لا احنا يلا. الناس اللي حواليا بيحسدوني ازاي؟ عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بين ايديا احلى واجمل واطيب انسانه في الدنيا. يعني مفيش واحده فيهم عاجباك؟ فين دول؟ مش شايف حد. انت كدب كيد. طيب علشان ما اكدبش يعني 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 اللي على شمالي هناك دي جامده قوي.
دم نفسك بقى. طيب تمام. بفا بعون الله. مش هيحصل. درجي. راحت عليك يا عم. راحت عليك. النقلك مو سهل، هذا الزلمة حظه بيفلق الصخر. ايه يا عم انت مو بالراحة فيه؟ ده يا دوب اتعادل ولسه في تطبيق اخر، ولا انتوا فاكرين انا هحاسب على كل ده بسهولة كده؟ لا انتوا كده قعدتكم هتطولوا وانا لازم اروح. لا مش هتستنى لما تشوف مين اللي هيكسب عم حودة ولا ايه؟ لا انت شكلها صباحي، امسك. علشان تروح براحتك لما تخلص. قصدك لما يتغلب؟ بعمره ما حتصير يا حسن. صباح على خير. صباح الفل. صباح على خير. يلا. يلا يا باشا. ركز شويه بقى يا عم سالم، دي فيها خساره فوق العشر تلاف دراهم. يا عم انت بتشجعني ولا بتفاول عليا؟ قوم من جنبي، قوم من جنبي. لا والله قوم من جنبي. لا يا عم. يلا يا عم ارمي الزهر. قوم يا عم. Thank you.